كما ينضم إلينا من دولة الكويت الشقيقة عبر الهاتف الدكتور ظافر العجمي، الكاتب والمحلل السياسي والخبير الاستراتيجي في أمن الخليج. أهلا بك معنا في نشرة أخبار الثامنة. طبعا دكتور، نجاح التمرين البحريني الإماراتي المشترك جلمود 3 بكفاءة عالية وسط أداء ميداني يعكس القدرة على العمل وفق فرضيات واقعية من التحديات المحيطة، فحدثنا أكثر عن مثل هذا النوع من التعاون وكيف سيزيد من قدرات البلدين في مكافحة الإرهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. دعيني أشير إلى أن التمارين هي الفكر العسكري، بمعنى أن الفكر العسكري يتجلى في هذه التمارين. يعني مكافحة الإرهاب شيء مهم، لا يخفى عليك وعلى مشاهدك الكريم أن الإرهاب أصبح صناديق استثمارية للكثير من الدول، الكثير من الجماعات تستخدم الإرهاب للإضرار بمصالح دول أخرى، فكان لابد من التعاون. التعاون بين الإمارات ومملكة البحرين هو جزء من التعاون الخليجي بشكل عام. يعني هناك اتفاقيات على مستوى مجلس التعاون في مكافحة الإرهاب، هناك اتفاقيات على عقد مثل هذه التمارين، حتى أنني أستطيع أن أقول بكل راحة أن أكبر كتلة تجري تمارين هي مجلس دول مجلس التعاون، بحكم أن هناك تمارين خريفية وتمارين ربيعية، وكان هذا التمرين من ضمن هياكل التمارين اللي مفروض تجري بين دول مجلس التعاون.